السلام عليكم ورحمة الله، معكم نور الدين من قناة كرافتس بلادي، وكما عودتكم دائما أننا نتقاسم معكم أعمالنا ونتقاسم معكم كل ما هو جديد ومفيد فيما يخص العمل على السدة وكذا إصلاحات المحل من البداية إلى النهاية. وبداية لابد أن أتقدم الشكر الجزيل لكل من يساهم في نشر محتوانا من بعيد أو من قريب، سواء داخل أرض الوطن أو خارجه. ومرحبا باستفساراتكم، فكرافتس بلادي القناة التي وضعت لاستفساراتكم وتساؤلاتكم وكذا إجابة على أسئلتكم في كل ما يخص البناء بصفة عامة وكل ما يخص العمل على السدة وإصلاحات المحل بصفة خاصة. يعني وكتذكير فإن قناة كرافتس بلادي تقدم خدمات، يعني العمل على السدة وكذا كل أنواع السلالم من الحديد والخشب وكذا من الحديد وكذا، يعني أفكار لأصحاب الفيلات، يعني لعمل دوبليكس يعني في الفيلات وكذا، السكن الاقتصادي للاستفادة من العلو من خلال عمل طبق تحت طبق، وكذلك العمل على الضلاكيت وكذا الأعمال الأخرى الخاصة بالبناء بصفة عامة. في هذا الفيديو إن شاء الله سأتقاسم معكم عمل محل تجاري، يعني من البداية إلى النهاية بكل التفاصيل. كما أنني أشير أنني قد وضعت رهن إشارتكم الرقم الهاتف في صندوق الوصف للاستفسار حول التكلفة وحول العمل، فمرحبا باستفساراتكم. الكثير من الناس تتساءل عن المدن التي نشتغل فيها، فالحمد لله كرافتس بلادي شيئا فشيئا أصبحنا نوسع رقعة العمل ديالنا إن شاء الله. كنا نشتغل على يعني كازا يعني والنواحي ديالها والرباط والنواحي ديالها، الآن إن شاء الله امتد ذلك إلى فاس وكذا آسفي مراكش وفي الشمال إلى حدود طنجة إن شاء الله. كما نعدكم إن شاء الله بتوسيع الرقعة أكثر فأكثر إن شاء الله. ولتفادي التكرار وضعت رهن إشارتكم في صندوق الوصف الفيديوهات التي عملتها من قبل والتي شرحت فيها طريقة عمل سدة من البداية إلى النهاية، انطلاقا من تقطيع الخشب وتقطيع الحديد وكذا، طريقة وضع الخشب ووضع الحديد وكذا، عمل أنواع مختلفة من السلالم. ستجدون إن شاء الله عند دخولكم للقناة عدة فيديوهات وعدة موديلات للعمل على السدة لمختلف المحلات التجارية. أتمنى أن لا تبخلوا علينا باشتراكاتكم وكذا بنشر المقطع بين الناس لتعم الفائدة، ولا تنسونا من التعليق وكذا الملاحظات، فهذا يدفعنا ويحفزنا قدما للأمام ولتقديم كل ما هو جديد ومفيد. فشكرا لكم على ثقتكم التي وضعتموها في كرافتس بلادي، ولكي لا أطيل عليكم سأدعكم تشاهدون الفيديو، أتمنى أن ينال إعجابكم.
وهذا هو الشكل النهائي لعمل السدان، لم يتبقى سوى الأعمال النهائية عليها مثل وضع الفورما وكذا، وضع الزليج وكذا، تغليفه من الأسفل يعني بعمل بلاكو بلاتر أو جبس العادي، وكذا أعمال الصباغة والتزيين وكذا الكهرباء وكذا الإنارة وأعمال أخرى متبوعة إن شاء الله في العمل على المحل. وهذا نور الدين، يحييكم وفريق العمل. أتمنى خالصا ألا تبخلوا علينا بالاشتراك وكذا لايك وكذا نشر المقطع بين الناس لتعم الفائدة. والصلاة والسلام على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله.